حدد مسؤول فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يوم 20 غشت الحالي لشد الرحال إلى مدينة السعيدية للمشاركة في الدوري النتيفي، وستجرى أطوار دوري أحمد النتيفي في دورته 33 الأسبوع المقبل من شهر غشت الحالي، وذلك بمدن بركان والسعيدية ووجدة. وستعرف هذه الدورة مشاركة كل من وداد الرياضي بطل النسخة الماضية من بطولة أحمد النتيفي والنهضة البركانية، بالإضافة إلى الراسينغ البيضاوي منظم هذه النسخة، وكذلك المغرب الفاسي والجيش الملكي والمولودية الوجدية، بالإضافة إلى يوسفية برشيد وشباب المحمدية.